استمراراً لتقديم خدماتنا المتميزة لمراجعينا الأعزاء، تم افتتاح طوارئ أطفال منفصل عن طوارئ الكبار بمستشفى المواساة بالدمام، وبمداخل مستقلة يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع استشاريون على مدار 24 ساعة، مع توفر خدمات المختبر والأشعة والخدمات الصيدلانية، توفر جراحات الأطفال، جميع تطعيمات الأطفال من عمر شهرين، استقبال جميع الحالات الإسعافية. وبذلك يكون مستشفى المواساة بالدمام الأول على مستوى المنطقة الشرقية لديه طوارئ أطفال يعمل على مدار الساعة. المواساة خبرة تنبض بالثقة.